الوثيقة الثانية يا سيد، الوثيقة الثانية بتعرض الآتي: مناشدة لعدد من أعضاء في الأسرة الحاكمة القطرية وباسم الشعب، كويس، المجتمع الدولي ممثلة في الأمم المتحدة ببذل الجهود الرامية إلى تغيير النظام في قطر. نظرا لما آلت إليه الأمور من تردي، وقع على هذا البيان 10 من الأسرة الحاكمة، موجود قدامكم الأسامي: اللواء متقاعد حمد بن محمد آل ثاني مساعد وزير الدفاع السابق، علي بن فهد آل ثاني المستشار السابق في مكتب وزير الداخلية، العميد متقاعد سعود بن فهد، الأستاذ الدكتور أحمد بن خالد آل ثاني رجل أعمال، السفيرة نورة بنت خالد آل ثاني سفيرة بالخارجية القطرية، الأستاذ الدكتور أو الأستاذة الدكتورة العنود بنت جبر آل ثاني الأستاذة الجامعية، المهندسة مريم بنت عبد الرحمن آل ثاني سيدة أعمال، الدكتورة نوف بنت أحمد الأستاذة الجامعية والمحامية، المستشارة سارة بنت أحمد آل ثاني مستشارة في الديوان الأميري سابقا. 10 من أعضاء أو من أبناء العائلة الحاكمة يوقعون على وثيقة تطالب بتغيير نظام الحكم في قطر. مين قبلنا قال الكلام ده؟ القصة مش قبل ولا بعد، لكن ده اللي موجود. احنا بنقول أسامي يا سادة، أسامي تستطيع أنها ترد لو احنا بنقول الكلام ده كلام فاضي، لو احنا بنقول كلام فارغ، لو احنا بنقول كلام مش حقيقي.